السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم إن شاء الله سوف نشرح برنامج كامتازيا ستوديو 8. هذا آخر إصدار للبرنامج. بصراحة البرنامج من أفضل برامج تصوير سطح المكتب، بل هو أفضل برنامج تصوير سطح المكتب هذا بالنسبة لي أنا. طبعا هذا الكلام بالتجربة مش أي كلام. إن شاء الله النهاردة نعرف كل المميزات الموجودة في هذا البرنامج المتوفر عندي، وإن شاء الله يكون الشرح سهل وبسيط عليكم. بسم الله نبدأ الشرح. أول ما تقوم بفتح البرنامج يظهر عندك بهذا الشكل. هنا يقول Record the screen لو أنت عايز تصور الشاشة، اضغط هنا. هنا امبورت ميديا لو انت عايز تختار الفيديو من الكمبيوتر عندك، بعدين تقوم بالتصميمات او تقوم بالتعديلات عليه. فطبعا الصفحه دي ثاني فيها احنا مش عايزينها. دي صفحه البرنامج الرئيسيه، تبدو كانها معقده يعني، ولكنها سهله جدا، وكل المميزات اللي توجد فيها هي سهله جدا جدا. زي ما قلنا ان هنا ريكورد ذا سكرين، هنا لو احنا عايزين نصور شاشه سطح المكتب. هنا امبورت ميديا لو احنا عايزين نجيب الفيديو من على الكمبيوتر. فنجرب مثلا نضغط ريكورد ذا سكرين، بتظهر عندنا او بيفتح لي نافذه صغيره بهذا الشكل. هذه النافذه التصوير. هنا نبدا اول واحده، هنا الكاستم او الخيارات. فهنا بقول لك لو انت مقاس الشاشه عايزه مثلا انت تحدده ولا فول سكرين، فانا مثلا افضل فول سكرين. هنا الكاميرا، لانك تقدر تصور الفيديو سطح المكتب وتقدر تصور الكاميرا. هي الكاميرا عندي موجودة بس انا قافل الكاميرا، فعشان كده ظهر اللون الاسود. لكن لو عندك انت الكاميرا شغالة وضغطت وفعلتها بالشكل دوت، هتظهر عندك هنا صورتك في الكاميرا. وهنا الصوت، لو انت عايز الفيديو بدون صوت بالشكل دوت، عايزه تضغط هنا على العلامة اللي تحته مثلا عند تفعيل الكاميرا. وهنا تقوم بالضغط على ريكورد، وهنا مستوى الصوت، نسيت هنا مستوى الصوت، عايز تحكم في مستوى الصوت براحتك. وهنا تضغط ريكورد عشان يبدأ بالتصوير. ايضا من ضمن الحاجات المهمة تضغط على اوبشن وتيجي هنا، هنا الاسهم. طبعا هنا تقدر تختار اسهم من هنا، تختار السهم من هنا، تختار لو انت عايز السهم الطبيعي يبقى بالشكل دوت، اوكي مش مشكلة. عايز الفيديو يختار البرنامج يختار لك زي سهم تاني او شكل مميز، تضغط هنا. وين عندك الاشكال تقدر تختار منها اي شكل انت عايزه، تمام. وبكده وبعدين تضغط على ريكورد، هيبدا معاك التصوير على طول. دلوقتي سطح المكتب بشكل دوت، هنبدا نشرح القوائم. القائمه ديت كلابين، ديت القائمه اللي يكون فيها الفيديوهات والصور التي سوف نضيفها على الفيديو. هنشوف مثلا نضغط امبورت ميديا عشان اجيب الفيديو من على الجهاز عندي، واختار الفيديو. بيظهر عندي هنا في القائمه ديت زي ما قلت لحضراتكم، بنضغط عليها. ولو احنا عايزين نبدا نشغل فيديو بنحدده ونضغط كليك يمين ونختار اول خيار. اول خيار بيخليه يبدا ويشغل معايا الفيديو. بنضغط على اول خيار على طول بيظهر لي تحت هنا، وبتجي لي الشاشه ديت. النافذه دي بتظهر لي اي فيديو احطه بيظهر لي الفيديو. فانا طبعا بختار المقاس اللي عايزه. لو انت عايز تعمل الفيديو عشان ترفعه على اليوتيوب، فافضل مقاس لرفع على اليوتيوب هو هذا المقاس، هو مقاس اليوتيوب. تضغط عليه بعدين تضغط على اوكي. بعض الفيديوهات لو انت اخترت المقاس بتصبح بالشكل ده، تكون يعني صغيره بالشكل ده، بتكون صغيره. فانت طبعا هتعمل ايه، لازم انت عايز يكون الفيديو على الشاشه كلها فول سكرين. فبتاخد من هنا كده الايتم، يظهر اللون الاصفر، الخط الاصفر اول ما يظهر معنى كده ان انت واقف على الحد بالظبط، واقف على حد الشاشه بالظبط. فبنملى الشاشه، تمام. دي القائمه الاولى. فمثلا الفيديو مثلا هو شغال عادي جدا، فانا يعني عايز احط صوره او زي مثلا شعار مثلا الفيديو. فطبعا الشعار بيكون موجود عندي على الكمبيوتر، بضغط امبورت ميديا وبعدين بختار الصورة اللي أنا عايز أضيفها، بتظهر عندي هنا. برضو بحددها وكليك يمين وبختار أول خيار عشان تبدأ تنزل عندي في الفيديو. هي نزلت عندي هنا بالشكل ده، فبروح جاي مصغرها، مصغر حجمها كده
واحطها في المكان اللي انا عايزه. تمام دلوقتي يعني ما يعني الفيديو هيشتغل كام ثانية بس والصورة هتمشي. انا عايز الصورة دي تبقى موجودة معايا طول الفيديو، طول ما الفيديو شغال تكون الصورة موجودة. فباجي هنا كده لغاية ما يظهر عندي كده، وبطول في المدة بتاعتها زي ما انا عايز لغاية ما يظهر الخط الاصفر كده، طول ما الفيديو شغال فالصورة تبقى موجودة. فطبعا احنا مش محتاجينها دلوقتي، خلاص دي احنا عرفنا المعلومة ديت. دي بالنسبة للقائمة الأولى. القائمة الثانية library. بعض الناس يكون محتاجين أو عايزين يحطوا مقدمات للفيديو اللي هم عملوه، فالبرنامج ده بيتيح لك من هذه القائمة بيتيح لك مقدمات وأصوات يمكنك استخدامها في الفيديو اللي أنت بتعمله. فمثلا دي مقدمة، هي تقدر تجرب أي حاجة بتضغط عليها دبل كليك، بيجيب لك بيرضها لك هنا انتر تيتل هير، تحط العنوان أو الكلمة اللي أنت عايز الكلمة اللي أنت عايزها هنا. فأنا عايز انزلها او احطها عندي في فيديو نفس الطريقه، كليك يمين واختار اول واحده بتنزل عندي بالشكل ده. في حاجه مهمه جدا هنقولها هنا، هنا اما يبدا الفيديو هيبداوا الاثنين مع بعض فيبقى في مشكله، فعشان كده لازم بتحدد الفيديو وبتسحبه كده عشان بعدين تنزل دي هنا رايت ميز الخط الاصفر عشان يبدا المقدمه بعدين يجي لك الفيديو. بعد ما نحط المقدمة بهذا الشكل بنيجي عن علامة الزائد ديت بنضغط عليها، وبعدين بنحدد الكلام اللي طلعت لنا بنحدد عليها، وبعدين نذهب إلى هذه القائمة. أول ما نذهب لها هنلاقي الشكل دوت، فنحدد ونمسح تمام، وبعدين نكتب أو الكلمة اللي احنا عايزين نكتبها. مثلا الكلمة تبقى السلام عليكم مثلا، وبعدين تضغط في اي فراغ موجود عندك في الشاشه. فضغط هنا مثلا في اي فراغ على طول بالقائمه او المقدمه بتحفظ التعديلات لوحدها، بعدين تقوم بتشغيل الفيديو زي ما شفتوا بتبدا معك وتظهر معك الكلمه اللي انت كتبتها. القائمه اللي بعدها وهي قائمه الاشعارات او قائمه المفاهيم اللي تقدر تحط زي الشروحات مثلا اذا كان بدون صوت تقدر تحطها عشان توضح المعلومه اللي انت قلتها. فمثلا نختار اي واحده منهم، فنختار دي مثلا. هنا نقدر نختار نكتب الكلام اللي احنا عايزين، هنكتب السلام عليكم مثلا. يعني زي ما انتم شايفين الخط هنا صغير جدا، فنقوم بتحديد الكلام وبعدين نكبر الخط كأنها إعدادات برنامج الوورد عادي يعني. وهنا نغير الخط تمام. من هنا بقى لو احنا عايزين نغير لون الخلفية نفسها، لون المربع نفسه، فنخلي أصفر مثلا تمام. وبعدين برضو هنا نقدر نغير حجمه زي ما احنا عايزين ونحطه برضو في المكان اللي احنا عايزينه. أهم حاجة في هذه القائمة الوقت. هنا البرنامج بيحسب بالثواني، بيحسب لك المعلومة اللي انت تقولها بالثواني او الحاجات اللي انت تحطها هنا بالثواني. فانا عايز المعلومة دي تكون موجودة مثلا عندي فين في التجربة، مثلا في بداية الفيديو ثانيتين ثلاثة تبدأ معايا وبتظهر معايا. مثلا بيجي الفيديو بيبدأ الفيديو، اول ما المقدمة تخلص بيجي الفيديو وبتظهر معايا الكلمة، بتظهر معايا 5 6 ثواني وبعدين بتذهب. انت تقدر طبعا تطول فيها، تقدر تطول المدة بتاعتها كده، تقدر تطول المدة كده، تقدر تخليها صغيرة جدا، ده كل ده براحتك. ولازم ان انت تركز في النقطة دي لانها مهمة جدا. ايضا في يعني زي انواع منها كتير تقدر انت تكتشفها اللي تحت. الانواع اللي تحت دي مهمة جدا. دي كتابة، لو انا عايز احط كتابة عايز اكتب كلام مثلا بس بدون خلفية، يعني ديت مثلا كانت بخلفية يعني كلام وفي خلفية ورا، لكن الكتابة او اللي احنا بنقولها ديت دي بتبقى بدون خلفية خالص، بتبقى الفيديو شفاف على الفيديو مباشرة. فهنكتب برضو مثلا ده للتجربة بس. برضه نقدر من هنا نغير اللون،
نقدر نغير اللون ونحطها في أي مكان، وبرضه نقدر نغير الخط بالشكل دوت، وبيظهر بتظهر عندك كده زي ما شفته وشفته في الفيديو كده. تقدر تحطه، تقدر تكبر الخط، تقدر تصغره كده، كل دوت لازم انت تركز فيه جدا. القائمة اللي بعدها ديت اللي هي الأيقونة ديت، دي أيقونة يعني هي زي ظريفة شوية، دي بتحط لك زي ورق، بتكون زي ورق الشفاف، زي ورق شفاف على الفيديو، كأنك مثلا بتشغل الفيديو بتحط عليه ورق شفاف باللون اللي انت عايزه. فبنقوم بتحديدها، وبرضه نشوف انت عايز تبقى مثلا ايه. انا عايز مثلا لون اصفر على المنطقة دي بس، فبحدد كده عايزها، وبعدين اشغل الفيديو زي ما شفته كده، بيبقى الفيديو باللون الاصفر. فانا مثلا اللون الاصفر ده مش هيعجبني، انا عايز اغير اللون. برضو بتحددها من هنا، وبتيجي عن تختار اللون اللي انت عايزه، احمر، ازرق، اللون اللي انت عايزه او اللي انت بتفضله. تمام كده احنا خلصنا من الايقونة ديت. الايقونة دي ايقونة بتخلي كل الشاشة لونها اسود الا جزء معين. فمثلا دي شوفوا كده، كده لونها اسود جدا، تقدر تخلي واضح مثلا، وتخلي الجزء الواضح ومثلا كلمة السلام عليكم الشكل ده كده، وبعدين تقوم بتشغيل الفيديو. تمام بعد كده دي القائمة. اما الايقونة ديت وديت دي للتشويش. في نقطة مهمة جدا هنا، انا لما اجي اختار اي ايقونة كده بلاحظ ان الايقونة الاولانية اللي عندي اختفت مش موجودة. فهي ليه كده؟ لان ده ما دي يعني دي هي المشكلة اللي موجودة فيه، انك لازم تشيل التحديد من على اي حاجة موجودة عندك وبعدين تختار. فانا لو حددت دي كده واتكيت هنا بقت لونها اصفر، بقت هي باللون اللي عايزه كده، بقت كتابة. لو انا محددها اي تغيير بقوم بيترتب عليه انه بيتغير ديت. فانا طبعا عايز احط كتابة، فمش محددش اي حاجة، حط دي كده فبتظهر عندي. تمام فنشرح الايقونه دي. الايقونه ديت هي ايقونه التشويش. ايقونه التشويش بتخليني اشوش جزء معين بالشكل ده كده، بتخليني اشوش جزء معين. عندي مثلا ملفات خاصه في الفيديو مش عايز حد يشوفها، فبشوش جزء معين وبعدين بتخلص خلاص. تمام الايقونه اللي بعدها اللي هي ديت دي تشويش بس يعني دقيق اكتر. فتعالوا نشوف كده الفرق، فرق بين التشويش الاولاني والتشويش اللي احنا هنقوم بيه دوت. ده تشويش ما بيبينش اي حاجة نهائيا زي ما انتم شايفين، يعني بيبقى دقيق اكتر يعني. تمام الايقونة ديت ودي يعني اهم ميزة موجودة في البرنامج، هي ميزة الزوم. ازاي اعمل زوم في منطقة معينة مثلا في الفيديو ازاي. الكلمة دي كلمة مهمة جدا جدا، لو انا حطيت هنا علامة صح بيكون التقريب يعني اكتر يعني واضح، واضح اكتر زي ما انتم شايفين هنا على اليمين. لكن في مشكلة لما اجي ارجع كده التصوير فصعب، صعب عليا، فبشيل علامة الصح من هنا وبعدين بقوم برجع كل اتجاه لوحده الشكل ده كده. تمام فاحنا ازاي بقى هنعمل نعمل الزوم. انا جيت عند المنطقه ديت، المنطقه وهي شغاله، فتحت ملف، انا عايز الملف دوت اعمل زوم عليه. زي ما قلنا بنوقف الفيديو بنحط هنا علامه صح وبنقرب الى الملف اللي احنا عايزينه بالشكل ده، وبعدين اقوم بتشغيل الفيديو. خلاص احنا الجزء او اللقطه او الثواني اللي احنا عايزينها نقرب فيها خلاص خلصت، فبنوقف الفيديو ونشيل من هنا علامة الصح ونرجع الفيديو تاني إلى طبيعته إلى أن يظهر اللون الأصفر في كل اتجاه. تمام بعد كده بنشغل الفيديو، ودي قائمة الزوم. القائمة اللي بعدها هي قائمة الأوديو الصوت. زي ما انتم شايفين هنا الصوت عندي 100%. هنا ممكن واحد يعمل مثلا فيديو شرح ويتضح ان صوته
منخفض وصعب يعني ان الواحد يسمع. فهنا البرنامج بيتيح لك انه يقدر يرفع الصوت الى 5 اضعاف، يقدر يرفع الصوت الى 5 اضعاف، الى 500%، زي ما انت شايفين كده بيرفع الى 500%. تمام، فاهم. رجعوا تاني ل100% زي عادته. القائمة اللي بعدها، ودي مهم، من اهم القوائم الموجودة. القائمة هي مثلا الاشكال دي، فانا عايز اجرب شكل منهم، اضغط عليه دبل كليك بيظهر لي هنا الشكل ده مثلا، الاشكال دي. انا مثلا عندي هنا المقدمة والفيديو. لو نلاحظه كده مثلا، نرجع هنا ونشوف المقدمة وهي شغالة، وبعدين لما يجي يبدأ الفيديو بيبدأه كده مرة واحدة بشكل يعني انا على نفسي مش بحب الشكل خالص. فبتيجي على واحدة كده، وبعدين بتكون بسحبها، شوفوا بيظهر عندك هنا 3 مناطق لونها اصفر. المنطقة الصفراء في بداية الفيديو وفي الوسط وفي النهاية، فاحنا عايزين نحطه ما بين المقدمة وما بين الفيديو، فبنضعها هنا. تمام، وبعدين بنشغل الفيديو. فأول ما يجي عندها بيكون بالشكل ده. طبعا الفيديو عندي بطيء لأن يقوم بالتصوير من برنامج تاني، لكن عندك بإذن الله هيكون سريع. أيضا من هنا تقدر تتحكم في طول هذا الشكل، يعني طول المربع اللي هو الشكل هذا تقدر أنت تتحكم في مدته. فزي ما أنت تشوف دلوقتي الشكل اللي بيتغير، طبعا أعتذر يعني عن البطء الموجود في البرنامج. طيب طبعا في اشكال تانية تقدر انت تستخدمها، بس ما يعني مش هتعرف تحطها في الفيديو اللي عندك الا لازم يكون في مسافة يعني، او في فيديوهين موجودين، في مقدمة وفي فيديو. تمام، اما حاجة الحاجة التانية المهمة اللي هي القوائم الموجودة تحت هنا. القوائم دي هي بترجع الخطوات، بترجع لك الخطوة اللي قبلها. يعني انا هنا كنت حاطط هنا الفيديو ده، هنا انا حطيته ده، فلو ضغطت هنا بيرجع الخطوة دي خالص، بيجيب الخطوة اللي قبلها. لو انا عملت حاجة خطأ ولا حاجة هو بيرجع لي الخطوة دي. تمام، الخطوة اللي بعدها دي بترجع الخطوة، دي بتجيب الخطوة زي ما انتم شايفين هنا عندي اللي انا عملته، الشكل اللي انا عملته كده بيروح وكده برجع الخطوة دي تاني. العلامة اللي بعدها دي مثلا انا عندي في الفيديو زي ما انتم شايفين الفيديو عندي بشكل دوت، في جزء منه او 5 ثواني يعني ما لهمش لازمه في الفيديو، يعني موجودين في الفيديو بس اي حاجه، ما فيش فايده معينه. فانا عايز احذفهم. احذفهم ازاي؟ بقف في عندي بدايه المنطقه اللي هي انا مش عايزها ديت، واقوم بسحب اللي هي النقطه الحمراء دي، بقوم بسحبها الى ان ينتهي خلاص. دي الجزء اللي هو ملوش لازمه في الفيديو، بحدده. بعدين اقوم بالضغط هنا، لاحظوا بتنقص هذه المنطقة تماما. القائمة اللي بعدها اللي هي بتفصل الفيديو إلى فيديوهين، يعني مثلا زي ما انتم شايفين هنا ده فيديو كامل، فإذا ضغطت هنا أصبح فيديوهين. إيه ميزة بقى القائمة ديت؟ أنت دلوقتي عندك في الفيديو أصبحت قائمتين عادي، فأنت تقدر تحط أي شكل من هنا تحطه كده. يعني القائمة ديت مهمة انك تقدر نحط اي شكل من هنا في وسط الفيديو زي ما انتم شايفين كده. تمام، شوفوا الشكل زي ما انتم شفتوه. اعتذر المرة الثانية عشان يعني تقطيع البرنامج. طيب كده طبعا القائمتين دول ما لهمش اي لازمة. تمام، دلوقتي انا خلصت الفيديو، كل حاجة تمام، خلصت كل الاعدادات، عايز احفظ الفيديو. بس قبل ما احفظ الفيديو بس هنعيد على القوائم. القائمة ديت اللي بتوجد فيها الصور والفيديوهات اللي احنا بنحطها في البرنامج. القائمة التانية ديت لوضع المقدمات والاصوات، وايضا في هنا اصوات لو طلعت فوق في ميوزك ميوزك ميوزك، كل ملفاتك ومفاتيحها وعندك اصوات تقدر تستخدمها في الفيديو اللي عندك. القائمة اللي بعدها هي قائمة الاشعارات اللي قلنا عليها، تقدر تستخدم اي واحد، ولكن قبل ما تستخدم اي واحدة او قبل ما تشغل اي واحدة لازم تشيل التحديد من تحت بحيث كلهم يكونوا بلون واحد، وبعدين تختار اي واحدة انت عايزها. القائمة اللي بعدها هي قائمة الزوم، واحنا شرحنا ازاي نعمل الزوم. القائمة اللي بعدها قائمة الصوت وازاي ترفع الصوت. القائمة اللي بعدها قائمة الاشكال، ازاي تضع يعني تنتقل من فيديو الى فيديو تاني ولكن بالشكل المميز دوت. ونيجي بقى لاخر خطوة وهي الحفظ، ازاي يحفظ الفيديو. لو انا مثلا خلصت كل الفيديوهات وعايز ارفع الفيديو مباشره على اليوتيوب، بقوم بضغط على هذه الكلمه
بضغط عليها بيجي لي النافذه ديت. بروح جاي نازل على الخيارات اللي تحت ديت واختار شير تو يوتيوب. البرنامج هنا بيرفع لي الفيديو على اليوتيوب مباشره، ولكن يتطلب اليوزر نيم والباسورد الاكونت اللي عندي على اليوتيوب، وبعدين تضغط التالي ومباشره سوف يقوم برفعه على اليوتيوب. لو انا دلوقتي عايز احفظ الفيديو على انه فيديو عندي على الجهاز فيديو عادي، فبنزل هنا واختار القائمه ديت MP4 only يعني بجوده HD 720، فبيحفظ لي الفيديو بجوده عاليه. فبختار بختار القائمه ديت واضغط عليها، وبعدين اقوم اضغط التالي. هنا اسم الفيديو او اسم المجلد او عنوان الفيديو، هنا المكان الذي سوف يقوم ان يحفظ فيه الفيديو، فانا مثلا احفظه على الديسكتوب واضغط انهاء. هنا الفيديو بيحمل الفيديو او بيجمع لي كل التركيبات اللي احنا عملناها في فيديو واحد. هوقف التصوير بس لغاية ما يخلص. عدنا اليكم، خلاص التحميل قرب يخلص. طبعا التحميل دوت مدته او الزمن الذي يستغرقه بيطول او يقل على حسب زمن الفيديو الذي انت قمت بالتعديل عليه. فالفيديو عندي خلاص يعني هو صحيح حجمه صغير، فعشان كده التحميل سريع شوية. خلاص التحميل خلص. اول لما التحميل يخلص عادي ما تعملش اي حاجه خالص، سيب اول ما يجي في 100% سيبه خالص براحته. هيجي لك القائمه ديت هتقفلها، القائمه دي احنا مش عايزينها، وبعدين نزل كده، وهو الجهاز هيقوم بفتح الفيديو الذي قمت بالتعديل عليه مباشره عشان تشوف يعني الاداه اللي حصلت فيه. دلوقتي يقوم بفتح الفيديو الذي قمنا بالتعديل عليه زي ما انتم شايفين. هذا الشكل اللي احنا عملناه. برضو هنيجي دلوقتي للزوم، الزوم اللي احنا عملناه، وبعدين نرجعه تاني والشكل. وايضا لو في يعني هذه كل المميزات الموجودة عندي، وبإذن الله في مميزات تانية يعني انت تقدر تكتشفها بنفسك. والى هنا نكون قد انتهى شرحنا او درسنا لهذا اليوم، وان شاء الله نلقاكم في درس جديد في موضوع جديد بإذن الله. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. والمرة الاخيرة اعتذر عن بطء الجهاز عندي، بس ان شاء الله عندك ما راح يكون في أي بطء. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.